تاريخية واجتماعية واقتصادية تؤكد أنه تأثيرات الأحداث والتطورات أو أي حدث التطور في السنغال تأثير بالغ يتجاوز تأثيرات إقليمية لأي حدث إقليمي بسبب الجغرافيا والسياسة وقضايا الاستراتيجية لأي بلد. فبالتالي نعتقد أن نحن نتناول هذا الموضوع فإنما نتناوله باعتباره الشأن الداخلي بالمفهوم الإيجابي للشأن الداخلي، أي أنه ليس من باب الوصاية ولا من باب التدخل، وإنما من باب الاهتمام والمتابعة وعمق التأثيرات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. ملاحظتي الثانية هي أنه فعلا العنوان هو عن التحول السياسي، أنه عنوان فعلا أكثر من دقيق. صحيح أنه سنغال شهدت انتخابات تداولية قبل هذه الانتخابات، والانتخابات 24 من مارس، ولكنها كانت في النهاية في يمكن أن نقول في نفس المنتظم السياسي وفي نفس النخبة. ما يميز هذه الانتخابات نتائج الانتخابات الأخيرة في نظري وأنها انفتحت على مشروع يمكن أن نقول جديد في طبيعة المشروع السياسي وسقفه الذي رفعه الشباب القادمون من الطبقة الوسطى، وفي حجم أيضا الالتفاف الشعبي الواسع والشبابي الواسع حول هذا المشروع. وبالتالي نعتقد فعلا أنه يشكل تحول سياسي عميق واجتماعي في الجارة سنغال. طيب أنا أعتقد أن هذا التحول حدث ليس اعتباطا وإنما بسبب مدخلات وعوامل موضوعية في جارتنا السنغال، وهي من أهمها هو حجم تطور الديمقراطي في السنغال. نحن نتحدث عن ديمقراطية إلى حد ما راسخة نسبيا يعني بالمقارنة بالجوار. والعامل الثاني هو عامل سيادة حكم القانون ووجود مؤسسات حقيقية في هذا البلد. هذه المؤسسات ليست مجيرة وإنما هي مستقلة وتديرها نخبة عالمة تحترم القانون وتحترم مؤسساتها. والعامل الثالث هو أنه في الخريطة السياسية السنغالية أو في المنظومة السياسية السنغالية هنالك أحزاب سياسية استطاعت أن تستوعب حقيقة الشارع أو تستوعب الناس وتنظمهم. والعامل الرابع في نظري هو القدرة أو الثقافة السياسية لدى المجتمع السنغالي التي تجعله يغلب المصلحة العامة على الاعتبارات أو الانتماءات القبلية أو المناطقية. فيمكن نقول أنه مجتمع متمدين أكثر من مجتمعنا، وهذه العوامل كلها ساهمت في هذه النتائج التي حصلت وهو في هذا التغيير. الآن التحدي للحاكمين جدد الشباب هو أن يجمعوا بين أمرين أساسيين، هو الاعتراف السياسي الذي يمكنهم من التعامل مع إكراهات الواقع الداخلي والخارجي لبلدي للحكم، وبين يمكن أن نقول المبدئية أو الوفاء للشعارات أو البرنامج السياسي الذي وضعوه. وأعتقد أن الجمع بين هذين الأمرين في التجارب السياسية من حولنا في العالم النامي فيها النجاح والفشل، ويمكن أن نتحدث عن نماذج في هذا الاتجاه. هي في الاتجاه سواء في الاتجاه المثالي الطباوي الذي لم يستطع أصحابه أن يديروا إكراهات الواقع، أو في الاتجاه الآخر الذي يمكن أن نقول انبطحوا أمام هذه الإكراهات. لكن هناك تجارب فعلا استطاع أهلها أن يوائموا بين هذه الثنائية التي هي الاحتراف السياسي ومقتضى الأداء السياسي والواقعية السياسية وبين الوفاء للمبدأ.